اهلا بكم مشاهدينا في ملعب بيريتو في امريكا، وصوره جميله للملعب تاتينا الان. معكم فارس عوض من كابينه التعليق في تغطيه مباشره لهذا اللقاء. الكل هنا في انتظار انطلاقه هذه المباراه ضمن بطوله الدوري الاسباني. فريق ريال بيتيس في مواجهه الكتالوني برشلونه. من الممتع دائما متابعه مباريات الدوري لان دائما فيها اثاره وفيها حماس ونديه، في تنافس مختلف بين الفريقين وكل فريق يسعى لتحقيق اهداف في المسابقه. مباراة الفريق اللي يمتلك أسوأ خط دفاع ضد الفريق اللي يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري، هجوم قوي بمواجهة دفاع هش. على الورق راح تكون المباراة من جانب واحد، لكن كل شيء ممكن أن يحسم في أرضية الملعب. إذن هذه هي تشكيلة ريال بيتيس في مباراة اليوم. في حراسة المرمى جوين روبليس، مانديس يلعب مع فيكتور رويس في الخط الدفاع، خواكين سيبدأ مع كريستيان تيو في مركزي الأجنحة، وفي الأمام راح يتواجد مهاجم وحيد في تشكيلة الفريق. التشكيلة اللي يبدأ فيها برشلونة مباراة اليوم: تير شتيغن في حراسة المرمى، صامويل أومتيتي سيلعب بجانب جيرارد بيكي في خط الدفاع، بيانيت سيبدأ مع سيرجيو بوسكيتس في قلب الوسط، وفي الأمام يتواجد ليونيل ميسي لقيادة الهجوم. ضربة البداية انطلاقة شوط المباراة الأول. رودريكيز، إيميرسون رويال، عيسى مندي، كرة تصل لكاناليس، ملعوبة إلى إغليسياس، ليونيل ميسي، وصلت إلى جوردي ألبا، ديونغ، فرانكي ديونغ. برشلونة وفريقه يفقد الكرة. كرة بيقطع بيكي، ميسي يتقدم، ميسي ينطلق بالكرة. أنطوان كريزمان، عثمان ديمبلي، يا رب مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. مقصية عالمية خيالية، الكرة تذهب إلى المرمى، يا سلام على النهاية. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. نبيل فقير، يفقدها نبيل فقير، كرة بتروح للفريق الخصم، كرة بتتحول إلى رمية تماس. كاناليس، كرة لا تمر من تير شتيغن، كرة تلعب بالرأس إلى رمية تماس. ملعوبة إلى إغليسياس، تمريرة بوسكيتس لا تمر. سيرجيو بوسكيتس، عثمان ديمبلي، برشلونة يهاجم، كرة هدف الآن، كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب، كرة بتتحول من المدافع إلى خارج الملعب رمية تماس.
كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. كريستيان تيو، الكرة في التماس الآن، برشلونة يستغل الأطراف الآن، فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. عثمان ديمبلي، بيانيتش، تمريرة وفرصة والكرة في المرمى. برشلونة يعزز تقدمه بهدفين الآن بهذه الكرة. يا رب، الأسطورة، الأعجوبة، المحلم، العلامة، ليس حدث أن يسجل ميسي، الحدث أن يغيب عن التسجيل. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. فريق ريال بيتيس يتواجد في إشبيلية في الأندلس في إسبانيا. نعرف بأن هذا الفريق يجمع ديربي شرس مع فريق إشبيلية، ديربي من أشهر وأكبر الديربيات وأعنفها في إسبانيا، ديربي الخسارة فيه ممنوعة تحت أي ضرب، والجماهير تنتظر هذه المباراة في كل موسم. إيميرسون رويال، خواكين، فرصة قد تشكل خطورة. الكرة مكانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء، تطبيق قوي جدا للضغط العالي على الدفاع. دي يونغ، كرة مع بوسكيتس، ليونيل ميسي، ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. كرة لا تمر، يا سلام على الدفاع. الكرة تعود إلى الخصم، فيكتور رويز، إيميرسون رويال، خواكين، رودريكيز، يسير بالكرة باتجاه المرمى. تدخل من ديونغ يستعيد من خلال الكرة. ليونيل ميسي، ملعوبة إلى ميسي، الآن عند دي يونغ، وصلت لميسي. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونغ، وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. سيطرة من ريال بيتيس مشاهدين على المباراة وأفضلية كبيرة في الاستحواذ، لكن لا تترجم ولا تستغل هذه السيطرة إلى فرص حقيقية. يفتقدون للسرعة في الثلث الأمامي، الفريق لازم يكون أكثر حدة ولازم يلعب بشكل مباشر على المرمى حتى يخلق فرص ومحاولات تساعد على العودة. بيانيتش، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. ليونيل ميسي، ملعوبة إلى إغليسياس، كرة تصل لكاناليس، يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة. كاناليس، فرصة تقليص الفارق الآن، كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة.
رودريكيز مرفوعة في المساحة، صافرة وتسلل، تحرك في وقت مبكر قبل تمرير الكرة. لو تأخر في التحرك بعض الشيء كان ممكن يكسر التسلل، لكن تسرع في انطلاقته وبالتالي راية وتسلل. ضاعت الكرة، الحكم يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. بيانيتش، ملعوبة إلى دي يونغ. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. شوط أول جيد من الفريق، حقق المهم وذهب للاستراحة ومتقدم. شوط أول رائع من برشلونة وتقدم مستحق في النتيجة، والآن سنشاهد ماذا سيقدم في الشوط الثاني. عثمان ديمبلي، فرصة لإرسال كرة عرضية، والآن كرة لبرشلونة وضربة حرة. الآن التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة، تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة، تحتاج للمسة ساحرة في هذا التوقيت. ملعوبة إلى إغليسياس، خواكين، رودريكيز يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. كاناليس، يا سلام على التمريرات. بينية مرفوعة، انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل، كرة كانت من الممكن أن تشكل خطورة. واستقبال ممتاز، الله على الكنترول. أنطوان غريزمان، رمية تماس لصالح برشلونة. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. عند اللعب بطريقة دفاعية بحتة فإنك تستدعي المنافس لمناطقك. بيانيتش يتقدم، كيف راح يتصرف فيها؟ سيرجيو بوسكيتس، فاول لمصلحة برشلونة. كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم لتشكل خطورة على المرمى. كاناليس، بيعدي بالكرة، بيروح فيها. سليم خطأ، كرة ثابتة سهلة في يد حارس المرمى. فرانكي دي يونغ، ليونيل ميسي، الكرة مقطوعة من ليونيل ميسي. نبيل فقير، نبيل فقير يهدي الفريق الخصم مسألة الاستحواذ. تمريرة قوية في طريقها للحارس. Se ha encontrado una bufanda de vestir a
azul marino en la Coutinho. El dueño puede ir a حلو الكرة إلى الطرف. جيرارد بيكي ملعوبة إلى بوسكيت. سيرجيو بوسكيت. يتدخل بيكي في الوقت المناسب ويقطع الكرة. برشلونة يهاجم. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. راح الاستحواذ. عيسى مندي. كاناليس. وصلت إلى غوارديادو. كرة بتروح للفريق الخصم. كرة بيخلصها المنافس. نبيل فقير. مستوى خيالي يقدم الفريق في المباراة. سيطرة تامة على مجرياتها حتى الآن. برشلونة يبدع ويمتع ويقنع الجميع ويستحق هذه النتيجة وهذا التقدم. الأداء المثالي الكبير حتى الآن يسعد به العشاق. حسم الأمور. جماهيرها تتمنى بأن لا تنتهي هذه المباراة. فيليبي كوتينيو. سيرجيو بوسكيتس. الله على الأداء اللي يقدم الفريق في بناء اللعب. شوف الكرة في أرضية الملعب، شوف نقل الكرة، شوف الهدوء، شوف الثقة. هذه لقطات تصعب الأمور على المنافس في المباراة. أندريس غوارديادو. نبيل فقير. إيميرسون رويال. فيكتور رويز. انطلاقة سريعة بالكرة يتقدم فيها. فقير داخل البوكس الآن. تحولت للفريق الخصم. جوردي ألبا. ثمان دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. ملعوبة إلى جوردي ألبا. برشلونة يستغل الأطراف الآن. ليونيل ميسي. فرانكي ديونغ. الآن مع غوارديادو. الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية. ليونيل ميسي. ضغط متقدم. استخلاص الكرة. خواكين. ملعوبة إلى غوارديادو. فرصة لكرة مرتدة سريعة. يتوغل لقلب الملعب. عرضية مبعدة من بيكي. نبيل فقير. دفاع ممتاز. قراءة سليمة لهذه المحاولة. ديونغ. الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. تمريرة كوتينيو تقطع هنا. الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بديل. تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. خواكين. تنطلق صفرة نهاية المباراة معلنة خسارة أصحاب